السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في البداية أن أعرب لكم عن بالغ سعادتي بتواجدي معكم للاحتفال باليوم العالمي للمرأة. إن هذه المناسبة تعتبر ذات دلالة رمزية، حيث تمثل بالنسبة لنا فرصة للتأكيد للعناية الخاصة التي نوليها لقضايا المرأة العاملة وترقيتها وتمكينها الاقتصادي والاجتماعي وولوجها إلى مناصب صنع القرار. إن هذا الاهتمام ليس وليد ظرف معين أو مجرد خطاب سياسي، بل يعتبر التزاما أخلاقيا نابعا من انتمائنا العقائدي. فمنذ 14 قرن خلت كرم ديننا الحنيف الإسلام المرأة ورفعها إلى مقام علي وبوأها مكانة مرموقة وحررها من القيود البالية وعزز من شأنها. من جهة أخرى، فإن المرأة الجزائرية أصبحت شريكا للرجل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بفضل تواجدها في شتى المواقيع العمل والإنتاج والإبداع والخدمة وفي دوائر اتخاذ القرار. إن هذه المكانة جاءت استحقاقا واعتبارا للدور المتميز الذي لعبته جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في مختلف مراحل تاريخنا المجيد، وتقديرا للتضحيات الكبيرة التي قدمتها في الكفاح ضد الاستعمار حتى تحرير البلاد. وبالفعل فقد كانت قائدة للمقاومة الشعبية ومن صناع البطولات في مواجهة جيوش الاحتلال من عهد لالا فاطمة مسومر ولالا خديجة إلى غاية الملحمة البطولية الكبرى التي كانت من بطالتها حسيبة بن بوعلي ووريدة مداد وفضيلة سعدان وغيرهن من شهيدات الجزائر الخالدات، ومنهن الحاجة بوسماحة الحاضرة معنا اليوم. مرحبا بك الحاج، شرفنا اليوم بلقائك. فكانت منهن المناضلة والمسبلة والفدائية والممرضة والشهيدة والمجاهدة وأم وزوجة البطل والشهيد، وكانت رمزا رائعا للعطاء ونكران الذات والتضحية في سبيل الوطن. وقد تواصلت هذه المساهمة الثمينة خلال مسيرة بناء البلاد بعد الاستقلال وفي توطيد التلاحم الوطني أثناء محنة المأساة الوطنية. إن هذا الجمع الكريم يرمز إلى هذا التواصل بين جيل الثورة وجيل الاستقلال من النساء اللواتي استلمنا المشعل لاستمرار في مسار بناء بلادنا الحبيب. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، إن الدولة الجزائرية مفاتئ تولي اهتماما خاصا لترقية دور المرأة الجزائرية بما يمكنها من المساهمة الفعالة والفعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. وقد كرس الدستور مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، حيث ينص على أن المواطنين سواسية أمام القانون، كما يؤكد على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حضور تمثيلها في المجالس المنتخبة، حيث أصبحت المرأة تلج كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بل وإنها تمثل الأغلبية في سلك التعليم بكل أطواره، وتمثل أكثر من الثلث في سلك القضاء. وقد أثبتت جدارتها كمنتخبة ومديرة ووزيرة وفي غيرها من الوظائف العليا في الدولة، من رئيسة مجلس الدولة إلى لواء في الجيش الوطني الشعبي وغيرها. على صعيد آخر، أولت الجزائر اهتماما كبيرا
لتشجيع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والفعلي والفعل الاستثماري وحماية وترقية حقوق المرأة العاملة على وجه الخصوص، حيث صادقت على جميع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وقد أكد تشريع العمل الجزائري على أهمية المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، ونص على ضرورة تمكين المرأة من الوفاء بالتزاماتها الوظيفية من جهة، وبمسؤوليتها تجاه أسرتها من جهة أخرى. وبذلك تكون بلادنا في طليعة الدول التي أقرت قانون عمل عادل ومنصف للمرأة، حيث أنه يمنع أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنس، ويضمن التكافؤ الفرص والمساواة بين العمال أيا كان جنسهم، وينص على أنهم يستفيدون من نفس الأجر والامتيازات مقابل نفس العمل. كما أن التشريع الضمان الاجتماعي يخلو من أي نوع من التمييز المتعلق بالجنس، بل أكثر من ذلك، فإنه يضمن للمرأة زيادة على التأمين على البطالة والمرض والحماية من حوادث العمل والأمراض المهنية. قلت يضمن تدابير خاصة لا سيما في إطار حماية الأمومة والطفولة والتقاعد. أود في آخر كلمتي أن أشير إلى الآفاق الواعدة التي تضمنها الاستراتيجية الوطنية لإدماج وترقية المرأة، والتي تجسدت لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال ترقية وإدماج المرأة. وكذلك في الأخير اسمحوا لي أن أشيد أيضا بالدور المرأة الإعلامية، سواء في الصحافة المكتوبة أو السمعية أو المرئية، اعتبارا للدور الفعال الذي تلعبه في الإعلام والتوعية والتوضيح وتثمين إنجازات المرأة في كافة المجالات، وكذا دورها في التحسيس والتعريف بالأجهزة المختلفة التي وضعتها الدولة من أجل مرافقة المرأة في مجال الإدماج المهني وإنشاء المقاولة والولوج إلى عالم الشغل، إضافة إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى النساء وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن. ولا يمكن أن أختم كلمتي هذه دون الوقوف تحية إكبار وإجلال أمام أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا من النساء العاملات الماكثات في البيوت، والتي يكدحن في صمت وعزة من أجل كسب لقمة العيش والمساهمة في إعالة أسرهن بنفس البذل والعزيمة التي يبدينها في تربية وتنشئة أبنائهن وبناتهن. ومرة أخرى في هذه الأجواء السعيدة يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالتهاني الخالصة إلى المرأة الجزائرية وإلى المرأة العاملة على وجه الخصوص. أتمنى لكن من المزيد من النجاح والإنجازات، وأشكركم على كرم الإصغاء. تحية الجزائر والخلود لشهدائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.